بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم رسائل صحية. هذا البرنامج الذي يطل عليكم يوميا عبر شاشة القناة الثالثة الرياضية من دولة الكويت، والذي نتطرق فيه للعديد من المواضيع الصحية والغذائية والرياضية، وإن شاء الله تكونوا متابعين ومستفيدين وفي نفس الوقت مستمتعين معنا يا رب. مع دخول فصل الشتاء ودي أتكلم على بعض المواضيع التي تخص فصل الشتاء، يعني نأخذ على قولتهم من كل بستان زهرة، وإن شاء الله تكون في فائدة لكم. من أكثر الأشياء التي يعني نواجهها في فصل الشتاء خاصة في بداية الموسم اللي هي أمراض البرد الموسمية، الزكام والنشلة والكحة، ويعني بعض المعلومات عن هذه الأمراض. هذه الأمراض أولاً ليش تكون في فصل الشتاء؟ بعض الناس تظن إنه من البرد، والإجابة العلمية لا، إن البرد ما له علاقة، بس هو في بداية فصل الشتاء هذه الفيروسات المسببة لنزلات البرد من الاسم تكثر في هذا الشتاء. رقم واحد. رقم اثنين، لما تبدأ المدارس وتكاثر الفيروسات خاصة الأهالي الصغار يعادون بعض، بعدين يرجعون البيت، بعدين يعادون البيت، فصير هذه سلسلة العدوى. فهذا السر أن يعني هذه الأمراض تنشط في فصل الشتاء، لأن الفيروسات تتكاثر وعملية انتشار العدوى خاصة من المدارس. هذه نقطة. النقطة الثانية أن هذه أمراض البرد أكثرها فيروسية. فلما نقول أكثرها فيروسية، هذه معلومة جدا عشان نفهم أن المضادات الحيوية ما تعمل عليها. يعني مو صح أنا كطبيب عائلة لما تجي الأم أو الأبو دكتور ولدي مريض عطى مضاد عشان يطيب بسرعة، هذا كلام غير صحيح إطلاقا. المضاد الحيوي ما راح يسرع العلاج ولا راح يفيد الطفل، وبالعكس المضاد الحيوي من اسمه هو مضاد حيوي، هو أنتيبيوتيك أو أنتيبيوتيك، فهو مضاد للحياة، فهو يقتل البكتيريا الضارة إذا موجودة سواء كانت بالإذن أو كانت بالبلعوم، لكن أيضا يؤثر على البكتيريا النافعة اللي موجودة في أجسامنا. وبعض الدراسات تقول أن كورس أسبوع من المضاد الحيوي يحتاج الجسم بعده إلى شهرين أو ثلاثة أشهر حتى يعوض هذه أعداد البكتيريا النافعة. هذا مو معناته أن احنا ما نأخذ مضاد حيوي، لكن هذا معناته نحرص على أن متى نأخذ مضاد حيوي، وأن الأم لا تضغط على الطبيب، وأن لا يصير في ضغط على الطبيب أن الطبيب الزين يصرف مضاد والطبيب المو زين يصرف مضاد. مع قول ذلك بعض الحالات تحتاج مضاد حيوي، على سبيل المثال إذا الحرارة تمت كملت على 5 أيام أو أسبوع، أو إذا صار في احتقان باللوز وصار في صديد، أو أن في احتقان بالإذن. يعني اترك قرار اتخاذ المضاد الحيوي عند الطبيب، هو الأدرى وهو المتخصص، ولا تضغط عليه. هذه شغلة. الشغلة الثانية أيضا مهمة جدا، إحنا كأطباء رعاية يعني أولية أو أطباء عائلة نعاني فيها. ما يصير أول ما الطفل يسخن على طول يلا روح الطبيب أول يوم، وتدرون شنو يعني أحيانا يعني شيء يعني عقولتهم المحزن والمضحك نفس الوقت. ترى عادي تي أم ولدها عنده ولد مسخن اليوم، وتي معاه ما شاء الله كوشة يهال 4 أو 5 يهال ما فيهم شيء، ها دكتور تشيك عليهم. طبعا هذا يؤدي الى ضغط والى زحمه والى تاخير الناس اللي محتاجه علاج، وماكو داعي يعني لاحضارهم. لذلك الطفل اللي اول يوم فيه حراره لا تجيبونه الطبيب، كل يحتاجه راحه بالبيت، سوائل، خافض الحراره. يمكن الاستثناء على ذلك الاطفال حديثي الولاده اللي نقول اول شهر من العمر، اول شهرين، نعم هذولا ما نصبر عليهم ولا نسكت، اذا فيهم حراره على طول ناخذهم الى الطبيب. لكن الاطفال الاكبر عمرا نصبر عليهم يومين ثلاثه اربعه ماكو مشكله، وطبيعي جدا ان الحراره تصعد تنزل تصعد تنزل، ماكو اي مشكله. الحراره ما تخوف يا جماعه، الحراره هي رده فعل طبيعيه من الجهاز المناعي للجسم، معناته الجهاز المناعي قاعد يشتغل، معناته قاعد يكافح العدوى. كل علينا ان نساعد هذا الطفل او الجهاز المناعي، نعطيه راحه، نعطيه سوائل، نعطيه خافض الحراره وبعض الادويه البسيطة. لذلك هذا تنويه بسيط خاصة للأمهات، لا تستعجلون بالذهاب إلى الطبيب، صبروا عليهم، لأن أغلب النزلات الفيروسية مع اليوم الثالث تنكسر أو مع اليوم الرابع أو اليوم الخامس إذا عدى 5 أيام أو أسبوع يبوا الطبيب. رقم اثنين، إذا كانت الأعراض شديدة جدا، يعني في طفل أوكي لما يسخن أو حرارته تنزل يتعب، بس بعدين لما نعطيه خافض الحرارة أموره زينة، هذا ما يحتاج الطبيب. لكن في بعض الأطفال يعني نقول الطب سك، يعني شكله تعبان مريض، على قولتهم بالشعب يصير خرجه شيء ما له خلق شيء، هذا نعم حتى باليوم الثاني او الثالث كان وايد تعبان يبوا الطبيب. رقم اثنين،
إذا الحرارة ما تنزل مع خفض الحرارة، يعني قاعد تعطونا خفض الحرارة والحرارة تنزل شوية وتصعد، هذا أيضا يعني داعي إنك تجيب الطبيب. وأيضا دائما نقول إذا تشوف طفلك إنه لا أنا مو مطمن، يعني لا، أيضا دائما نقول حق الأم أو الأبو ثقوا بغريزتكم وبنظرتكم للطفل. إذا حسيتوا إنه لا مو طبيعي ولدي، أوكي حوشة برد، بس البرد أو الإنفلونزا هذه غير عنا، هذه متعبته غير، أيضا تقدر تجيب الطبيب. عدا ذلك خلوا نزلة البرد تاخذ حاصلها 5 أيام 7 أيام، كل عليكم نفس ما قلنا الأشياء البسيطة، ريحوه بالبيت. وهذه نقطة مهمة جدا، الطفل المريض ما لازم يروح المستشفى، ما لازم يروح عفوا المدرسة، إذا راح المدرسة على أبونا ما تبي تغيبون راح يعادي الأطفال، والأطفال يعادون عيالهم، وهذه سلسلة العدوى. فالطفل اللي يكون مريض أحسن يرتاح بالبيت حتى لا يعادي عقلتهم عيال الناس. خلنا نأخذ فاصل قصير ونرد نكمل في هذا الموضوع. رجعنا لكم بعد الفاصل والحديث متواصل حول أمراض الشتاء وبعض التنبيهات البسيطة. وقلنا كنا قاعد نتكلم عن الأطفال وما نستعي نوديهم الطبيب، ما نستعي المضاد الحيوي، وقلنا أن الطفل لا تودون المدرسة إذا مريض عشان لا يعادي الأطفال الباقين، وقلنا ريحوه بالبيت، عطوه سوائل وايد وخلوه ينام وايد، وإن شاء الله أمور تصير طيبة، وإذا ما تحسن تقدر تراجعون في الطبيب. أيضا يعني نقطة بخصوص أمراض الشتاء وايد يعني نسأل عنها، فيتامين سي. بعض الناس إذا حاشته نزلة البرد أو كذي على طول راح الصيدلية شرى الفوار وخذاه، فهل استخدام فيتامين سي زي لنزلات البرد؟ هل يخليك طيب بسرعة؟ هل يحفز جهاز المناعة؟ الإجابة العلمية في هذا الموضوع عفوا على ضوء الدراسات تقول أن فيتامين سي لا يخفف أعراض نزلة البرد، يعني ما راح يخفف لك الاحتقان، ما راح يخفف لك النشلة، ما راح يخفف لك الزكام، وأن فيتامين سي ما راح يقلل يعني أيام الإصابة. يعني إذا نزلت البرد بتاخذ منك 2 3 4 أخذ الفيتامين سي ما راح يخليك تطيب بسرعة، هذه خرافة. طيب هل يحفز جهاز مناعة؟ ممكن بعض الدراسات تقول إذا أخذتها فترة طويلة ممكن أن يحفز جهاز المناعة. فترى أكثر اللي يحطون فيتامين سي هو تأثير نفسي يعني حقهم أنهم صاروا زينين، فما له داعي تاخذ فيتامين سي، ما له داعي. وانا اقول لك الافضل اذا بتاخذ فيتامين سي تاخذه من مصدره الطبيعي، ليش ما تاخذ فيتامين سي من برتقاله او من عصير ليمون او من الاشياء الطبيعيه؟ وشو الفرق يعني بين اذا اخذت فيتامين سي من حبه الفواره او اخذتها على سبيل المثال من برتقاله؟ اذا اخذتها من برتقاله انت مو بس قاعد تاخذ فيتامين سي، قاعد تاخذ فيتامين سي، قاعد تاخذ بوتاسيوم، قاعد تاخذ الياف، قاعد تاخذ فيتامينات، قاعد تاخذ مضادات اكسده، بينما بحبة فيتامين سي انت بس قاعد تاخذ فيتامين سي. ايضا في فرق، من الذي خلق البرتقالة او الليمون؟ الله سبحانه وتعالى افضل الخالقين، واللي خلق الادوية او اللي صنع الادوية عفوا هي الشركات، وهناك فرق بين خلق الله الذي احسن كل شيء خلقه وبين الاشياء الصناعية. لذلك هي قاعدة تراها، كثر ما تقدر خليك طبيعي. لذلك اختصار موضوع فيتامين سي، لا انت ما تحتاج الى يعني الى فيتامين سي، خليك على الطبيعي، الاشياء الطبيعيه افضل. طيب نقطه اخرى، ايش رايك بالعسل لنزلات البرد والاطفال؟ نعم العسل ممتاز جدا، والله سبحانه وتعالى قبل الاطباء يقول عنه ان فيه شفاء للناس، فنعم العسل مفيد جدا لامراض البرد. والان التوصيات الطبيه وتوصيه الجمعيه الامريكيه لاطباء الاطفال ان لا تعطون اطفالكم اشربه كحه. شراب الكحه لما نعطيه الطفل ترى اغلب اللي يسويه انه يدوخه وينومه وما يعالج الكحه، يعني عديم الفائده، وفي قد يكون يعني بعض الاعراض الجانبيه. فالان الدراسات تقول يجيب قفشه عسل وحطها في ماء دافي واعطوه عيالكم، راح يكون افضل من اشربه الكحه. وحديث الرسول عليه الصلاه والسلام اسقيه عسلا، هذا يعني من الاشياء اللي ينصح فيها. وصلنا لنهايه حلقه اليوم، تابعونا غدا في نفس هذا الموعد ونرد نكمل على صحتنا في فصل الشتاء.